مساء الخير واهلا بكل مشاهدينا في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم ده حلمنا، وحلمنا ان احنا نوصل بمصرنا الى افضل حال. هيكون معنا النهارده فقرات متنوعه ان شاء الله هتهم حضراتكم، تابعونا وهنكون معاكم بعد الفاصل. نبدأ بأخبارنا، وأول خبر معنا بيقول وزير الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية خيانة للوطن. قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن التعدي على الأراضي الزراعية خيانة للوطن، حيث يضر المتعدي على الرقعة الزراعية بالأمن الغذائي المصري ويمثل اعتداء صريح على حقوق الأجيال القادمة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من إعداد قانون يغلظ من عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية. وأكد وزير الزراعة في بيان للوزارة أن هناك تنسيقاً وتعاوناً دائماً بين وزارتي الزراعة والتموين، حيث تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من قيادات الوزارتين لبحث الموضوعات والأنشطة ذات الصلة بما يصب في مصلحة المواطن البسيط وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين. خبرنا الثاني بيقول وزير التموين لا نستطيع تطبيق التسعيرة الجبرية. أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين أنه لا حديث عن زيادة في الدعم التمويني على بطاقة التموين خلال شهر رمضان إلا عقب الحصول على الدعم المالي من وزارة المالية. وتابع أنه بصدد الحديث مع وزير المالية عقب عودته للبلاد لمناقشة زيادة الدعم التمويني وزيادة الحصص التموينية خلال شهر رمضان في حال وجود مخصصات مالية، متابعا لا نستطيع أن نعد المواطنين بوعود دون التأكد من إمكانية تحقيقها. وأضاف أن الحديث عن التسعيرة الجبرية على السلع والمنتجات لا نستطيع تطبيقها لأننا لا ننتج كل المنتجات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع التي تقوم بإنتاجها فقط، وأشار إلى أن الدولة في ذات الوقت تقوم بالرقابة على الأسعار ومحاولة إيجاد أسعار موحدة. ثالث خبر معنا بيقول الثروة الحيوانية في طريقها للانقراض. قال محمد وهبر إن الثروة الحيوانية تتجه للانقراض بسبب الزيادة السكانية ونقص الرقعة الزراعية، موضحا إن النسبة السكانية وصلت إلى 95 مليون نسمة والرقعة الزراعية وصلت إلى 6 ملايين فدان فقط، وأكد أن ظهور المدن الجديدة لها دور أيضا في انقراض الثروة الحيوانية والثروة الداجنة والسمكية، وطلب بزيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 25 مليون فدان والتي من شأنها زيادة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. النهارده احنا جايين نتكلم على الأعراض اللي بتحصل بين الفصول والتغيرات اللي بتأثر على صحة البني آدم، ودي علاقة كبيرة جدا بالأكل اللي احنا بناكله. من نعم ربنا علينا إن هو خلق لنا في كل فصل من فصول السنة أنواع من الفروتس اللي هي الفاكهة والخضار اللي احنا المفروض إن احنا ناكلها في الموسم نفسه، وده بينعكس بدوره على إن أنا بحافظ على صحتي من الأمراض الموسمية اللي احنا بنتعرض لها، زي مثلا الشتاء. واحنا داخلين على الشتاء بنلاقي فيه ربنا جعل لنا برتقان بناكله، جزر بناكله، كل الكلام ده بينحصر تحت مسمى مضادات الأكسدة. ايه هي مضادات الأكسدة؟ ومضادات الأكسدة بتعمل ايه؟ وانه اكل اكله علشان يحتوي على هذه مضادات الأكسدة اللي بيحميني بدوره من الأمراض الموسمية زي البرد وزي الضعف وزي الحر وزي بين المواسم من الصيف والشتاء وبين كل المواسم دي لها أمراض موسمية. مضادات الأكسدة كل اللي معروف عنها إنها بتقي من هذه الأمراض لأنها بتقوي جهاز المناعة. جهاز المناعة يا أخوانا جهاز مهم جدا بالنسبة لنا، وإحنا من صغرنا من ساعة ما بنتولد كل الناس بتجري التطعيم أخباره إيه، طب المرض ده منتشر، طب أنا أخد تطعيم في الوقت دوت، كل الكلام ده علشان خاطر أقوي جهاز المناعة. جهاز المناعة بتاعنا من أهم الأجهزة اللي الناس كلها مش بتراعيها في حياتها، عشان كده أنا محتاج إن أنا أحمي جهاز المناعة بتاعي
ومحتاج ان انا اقويه علشان اتجنب جميع الامراض سواء موسميه او غير موسميه. فجهاز المناعه محتاج مضادات اكسده، ومضادات الاكسده دي موجوده في الخضار اللي ربنا خلقه في الموسم بتاعه، والفاكهه اللي ربنا خلقها في الموسم بتاعه. مش بس كده، ان مضادات الاكسده بتقوي جهاز المناعه، دي بتقينا من بعض الامراض اللي هي اللي احنا بنقول عليها مثلا المواد المسرطنه. من مضادات الاكسده المعروفه بالنسبه لنا هي اللي احنا بنسميها الفيتامينات. من السلوكيات الخاطئه او مش السلوكيات اللي مش سليمه ان انا كل يوم الصبح اقوم من النوم اخد برشامه مكتوب عليها فيتامينات. لازم يكون ده موجه من اي دكتور متخصص عشان ينصحني ايه هو نوع الفيتامينين اللي انا باخده علشان خاطر بيعالج حاجه معينه. لكن بالطبيعي ان انا لازم اكل في الوجبه بتاعتي فيتامينات. مثلا زي ما احنا قلنا في الشتاء محتاجين ناكل برتقان كتير لانه يحتوي على فيتامين سي. فيتامين سي من اهم مضادات الاكسده الموجوده ومنتشره ورخيصه وما تكلفنيش اي شيء في الصيف والشتاء وفي كل مكان، لكن بالذات في الشتاء لان احنا ناس بيجي لها برد، بيجي لها انفلونزا، فلازم ناخد فيتامين سي، والوقايه خير من العلاج. يعني انا وهو داخل كده الموسم بتاع الشتاء لازم اخد برتقان عشان ابقى غني بفيتامين سي. الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم ناخدها هي البيتا كاروتين، والماده دي موجوده في الجزر والبروكلي. فيتامين اي مهم جدا وبالذات للبنات اللي بيحبوا يحافظوا على شعرهم وضوافرهم وجلدهم، ده حاجه طبيعيه مش محتاجه ان انا اخد برشام او اخد كبسولات تحتوي على فيتامين اي. امثله مهمه جدا في الخضار والفاكهه موجوده بتحتوي على البيتا كاروتين، برده من ضمن الحاجات البيتا كاروتين بيساعدها ان هو بيساعد على الرؤيه والبصر. الحاجات المهمه جدا اقوى فاكهه مكتوب فيها هو الجزر والبروكلي. الذره برده فيها بيتا كاروتين. مضادات الاكسده مش بتساعدنا بس علشان بناء جهاز المناعه، لا بتساعدنا كمان علشان تقينا من الامراض السرطانيه المنتشره والاكل الغير صحي. من الفاكهه والخضار اللي بيحتوي على فيتامين سي طبعا البرتقال من اشهرها. حاجه ثانيه الجريب فروت، من الحاجات اللي احنا في ناس بتستسيغه وناس ما بتستسيغوش. البروكلي من الحاجات اللي بتحتوي على فيتامين سي. المانجا، الفلفل، كل الكلام ده بيحتوي على فيتامين سي، واحنا محتاجين ان احنا في الديلي دايت لازم ناكله او في الاكل الطبيعي لازم ناكله. قبل ما اقفل احب ان انا انصح بحاجه مهمه جدا، ان جميع اكلاتنا علشان استفيد منها استفاده كامله سواء الخضار او الفاكهه ان هو يبقى فريش. ولو انا اساسا مش قادر ان انا اكله فريش محتاج ان انا اعمل له نوع من السلق البسيط علشان خاطر الفايده بتاعته ما تروحش، او ما اهرهوش بحيث ان هو يبقى محتفظ بالقيمه الغذائيه. الأسعار طبعا بقى بشكل ملحوظ جدا في الفترة الأخيرة في كل حاجة، أي حاجة بنستخدمها كمواطن مصري أسعارها زادت جدا. خصصنا فقرتنا عن ارتفاع أسعار الدواجن، لأن طبعا الدواجن من الحاجات الأساسية اللي احنا كمصريين بناكلها، فهنعرف من خلال ضيفنا ايه سبب ارتفاع الاسعار ده، هل في مشاكل معينه، كل ده هنناقشه من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الثروه الداجنه باتحاد الغرف التجاريه وغرفه القاهره. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ. اهلا وسهلا. احنا كل سنه يا دكتور قرب رمضان كده بيبقى في ارتفاع في الاسعار خصوصا الدواجن. الفترة دي برضو احنا اكيد يعني احنا داخلين خلاص على شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضرتك طيب. صح. ففي برضو ارتفاع في اسعار الدواجن، فهل هنشوف ارتفاع تاني ولا هيمر الموضوع عادي كده؟ لا، هو القضية ان احنا نبقى خارجين من فصل الشتاء، وكان طبعا بيبقى في ازمة في الانتاجية، بيخرج مجموعة كبيرة جدا من صغار المربين اللي هم عصب صناعة الدواجن في مصر. لما أقول صغار مربين بيمثلوا من 70 ل 75% من المنظومة، ولما بيخرج منهم عدد كبير جدا فبيأثر على الإنتاجية، بالإضافة للأمراض والأوبئة المتواجدة في فصل الشتاء، فبيحصل ارتفاع في الأسعار. لكن دائما وأبدا من خلال خبرات تراكمية للأعوام السابقة إحنا بيصل إنتاجنا في شهر رمضان إلى 2 مليون طائر أو 2.1 من 10 مليون طائر، وده إنتاج جيد جدا. لكن الجزئية اللي بتأدي إلى الارتفاع الأسعار النهاردة تكلفة الإنتاج. لما أجي أتكلم على أن أنا بستورد من 80 ل 85% من مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواجن، فلابد أن أنا يكون ليا وقفة في ظل أن أنا عندي تغيير سعر الصرف من 9 جنيه إلى 18 جنيه.
ده من العوامل التي أدت بشكل واضح جدا إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي اللي مدخلاته أصلا أنا بستوردها من الخارج. ده الأساس عندي. لكن إحنا حضرتك بالنسبة للبرنامج بتاع حضرتك بتقولي ده حلمنا. يعني حلمنا إحنا عاوزين إيه من الحلم؟ عاوزين نحقق طفرة بالزبط. في الإنتاج الحيواني بصفة عامة. بصفة عامة بالزبط. يبقى أنا عايز أزود الإنتاج بتكلفة قليلة عشان يصل للمواطن البسيط محدود الدخل بسعر يتناسب مع دخله. طب إحنا اتكلمنا في الكلام ده يمكن من 2006، لسه بادئين النهاردة في 2017 نحط خطوات. لكن إحنا لو اتحركنا زي ما قلنا حلمنا بقى من 2006 إن أنا أقضي على الأمراض الوبائية، إن أنا أطور منظومة الثروة الداجنة، إن أنا أزود الطاقة الإنتاجية، إن أنا أقلل تكلفة الإنتاج عشان في النهاية يصل لحضرتك ويصل ليا ويصل أي مواطن في جمهورية مصر العربية بسعر يتناسب مع مدخله. ده اللي إحنا بنتكلم عليه، ده الأساس، كيفية أن نصل إلى هذا الأمر. طب إيه السبب يا دكتور إن إحنا بنستورد الحاجات الأساسية لتربية الدواجن مثلا الأعلاف والحاجات دي؟ ليه بنستورد؟ ليه ما ينفعش يبقى عندنا اكتفاء ذاتي في مصر؟ طيب حضرتك احنا قلنا بعد انفلونزا الطيور ان احنا يجب ان يتم استزراع، احنا بنزرع تقريبا 550 الف فدان عشان اصل بالانتاج. انا تقريبا باخد من 8 ل 8.5 مليون طن ذره و2 مليون طن صويا. انا بنتج صويا 36 الف طن فقط لا غير، يعني انا ما بنتجش يعتبر، يبقى انا عايز 2 مليون. انا بنتج ذره تقريبا 1.2 او 1.5 مليون، يعني انا عاوز حوالي 7 مليون طن بس اورده من الخارج. احنا قلنا لابد ان احنا يتم استزراع مساحات اكبر، وهذه الايام الكلام ده انا قلته 2013 14 15 16 النهارده 17 بنتكلم فيه، شوف كام سنه في الاونه الاخيره. وكنا في لجنه متابعه السلع الغذائيه عملنا توصيه لرئيس مجلس الوزراء ان احنا يجب ان يتم زياده المساحات المنزرعه بالذره الصفراء. طب قالوا ما عندناش ارض، لا قلنا احنا عندنا ارض. طب الارض هتجيبها منين؟ في ظل هذه الايام انا بزرع 2.3 مليون فدان رز، طلع قرار لن يتم زراعة أكثر من 1.2 في ظل الفقر المائي اللي احنا داخلين عليه، والرز بياخد مية كتيرة جدا، فعندي 1.1 مليون فدان. لو أنا زرعت 1.1 مليون فدان مع 500 ألف أنا عندي 1.6. طب الأرض متوفرة، كيفية إن أنا أزرعها؟ مين اللي هيزرعها؟ الفلاح طبعا. يبقى أنا لازم أشوف الفلاح عاوز إيه؟ إيه مشاكل الفلاح؟ أشوفه عاوز أديله بذور منتقاة، أديله الكيماوي، أديله سعر مناسب يعادل الارباح التي كان يجنيها من الرز، ولا مش هيزرع طبيعي. يبقى احنا لابد ان تكون لدي اليه محدده ان انا اتواصل مع الفلاح المصري واقول له انا هديك البذور المنتقاه الجيده اللي بدل ما هتديك في الفدان 3 طن هديك 5 طن. انا هعمل معاك عقود ثلاثيه، انا هديك الكيماوي بسعر رسمي، مش هديك شجرتين وانت عايز 5، الشجرتين الشجره مثلا ب 100 تروح تشتريها من بره ب 300 ب 400، لا انا هديها لك اوفرها لك. نشوف مصانع الاعلاف المتواجده التي تقوم بانتاج الاعلاف كمنتج نهائي، نتعاقد معاه وندي له مقدمات ويكون هامش ربح جيد. لو حصل الكلام ده الكل هيزرع، لان الفلاح المصري مطحون، الفلاح المصري ما حدش بيراعيه، ما حدش بيشوف مشاكله، ولذلك اصبحت القريه المصريه النهارده ايه؟ مستهلكه وليس منتجه. صحيح. وده الكلام اللي احنا عايزين نقوله مره واثنين وثلاثه. يمكن اتفقت مع وزير الزراعه دكتور عبد المنعم البنا ان احنا نتحرك تحرك ايجابيه ان يتم اعاده الريف المصري منتج مره اخرى. بالزبط. واحنا عندنا اليه في الكلام دوت وقدمنا له ان شاء الله بلان بهذا الامر. طيب خلينا نتطرق لموضوع تاني. الانتاج المحلي ما بيكفيش فبنضطر ان احنا نستورد دواجن من الخارج. بيبقى في بعض الأوقات الدواجن اللي بنستوردها دي بيكون فيها مشاكل بقى في الصلاحية، مشاكل مرض معين، حاجات كده، فإيه الوضع؟ لا أنا الأول هقول موضوع الإنتاج ده. أنا بنتج تقريبا اكتفاء ذات 90%، بحتاج أحيانا وبالأخص في الفترات اللي بيحصل عندي أزمات أو صور من الخارج. أنا حد الاكتفاء الذاتي عندي أنا 60 ل 65 ألف طن استهلاكي شهري. أنا بحقق هذا الرقم، لكن في الفترات اللي بيحصل فيها فجوات فبيتم الاستيراد من الخارج. الاستيراد من الخارج استحاله، انا بتكلم عني انا، استحاله استورد من دوله موبوءه، لان انا بخش على منظمه الصحه العالميه اشوف دوله سين اذا كان فيها اي مرض استحاله اطلع لجنه، ممنوع اطلع لجنه، لكن انا بطلع لجان بتحضر عمليه الذبح والتعبئه والتغليف، والطبيب اللي بيروح بيختم على كل كرتونه بختم الهيئه ويمضي عليها شخصيا. ده نمره واحد. نمره اثنين، حينما تاتي الدواجن من الخارج بيبقى عندي ثلاث جهات رقابيه، الصادرات والواردات، صحه الحيوان، وزاره الصحه. باخد عينات واخدها اوديها المعمل المركزي، اذا ثبت صلاحيتها بيتم الدخول. الاول بعمل افراج مؤقت
عشان تروح التلاجات وبعد كده باخد العينه غير صالحه، من حقي انا كمستورد ان انا اتظلم ويتم اخذ عينه اخرى اذا ان هي مش صالحه خلاص. طب ده حضرتك بتتظلم وتاخد عينه لا اخرى. لا مش انا بتكلم كمستورد، يعني انا بتكلم كده، انما في مثلا نفوس ضعيفه بيكون من خلال حتى النقل التلاجات حصل فيها اعطال، حاجه بيحصل ان الفراخ اللي بتوصل مصر بيكون غير صالحه للاستهلاك، بس ما بيقولولوش الكلام ده وبتطرح في الاسواق وبيحصل مشاكل. انا قلت باخد عينات، هل بعد خروج العينات ان هي سليمه ولا قبل خروج العينات؟ عشان نفوس الضعيفه، معلش اصل انا النهارده لما اقول الصادرات والواردات نفوسها ضعيفه، صحه الحيوان نفوسها ضعيفه، لما اقول كمان الصحه نفوسها ضعيفه، لما اقول الطبيب الراح واخد بلد بايظه، بلاش مفيش بلد بقى. طب ما الفراخ بتيجي منين يا دكتور؟ ما هقول لك حاجات الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها الاكسباير يعني الصلاحيه. في احدى السوبر ماركت الكبير انا دائما وابدا لما امشي اول عيني ما بتخش خش على الدواجن اشوف الدنيا، انا دخلت لقيت الفراخ ب 25 جنيه فرحت ابص على بقى 25 جنيه منين دي؟ اذا كان النهارده ب 27 جنيه استيراد واصله مصر واصله المينا 27 جنيه ب 1500 دولار اضربي في 18 27 جنيه بدون تعريفه جمركيه بدون نقل بدون تخزين بدون كل الكلام ده كله، يبقى الكلام ده غير منطقي. دخلت شفت الفراخ لقيت الفراخ منتهيه الصلاحيه وبتتباع سوبر ماركت كبير انتاج شهر 3 2016 ولا في شهر 3، لما تحسبي شهر الانتاج يبقى المفروض تنتهي في شهر 2، ازاي بتتباع؟ فين الرقابه؟ يعني لازم حلل. تنتهي قبل شهر الانتاج بشهر، لازم ما احسبيها حضرتك لو قلتي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 قد ال 12 شهر يبقى 3 بايظه ازاي تاخد؟ ده اللي احنا بنتكلم، يبقى في خلل في الرقابه. لكن انا بقول لك الفراخ حينما تجديها، وبعدين المواطن المصري عايز حاجه رخيصه ملوش دعوه حد، لان طبعا. المستوى الاقتصادي المتدني عند جميع افراد المجتمع هو اللي بيخليه ما يبصش حتى الصلاحيه. هقول لحضرتك جيبي اي واحد متعلم او مثقف خليه يروح يجيب او بيبيع صلاحيه، نادر لما تجد واحد بيبص على تاريخ الصلاحيه والانتاج. صحيح. فده خلل موجود من الرقابه تقصير فيها. وفي ظل الارتفاع الفظيع في الاسعار ما حد بيلاقي حاجه ارخص بيجري عليها ما بيبصش لاصلاحيه. ده لكن احنا عاوزين رقابه، عاوزين تحركات ايجابيه من قبل الدوله في ظل الكلام اللي احنا عملناه. يمكن حضرتك كان في قرار رئيس مجلس وزراء 3140 سنه 2016 صدر في 22/12/2016 خصص لجنه من 10 افراد، 4 وزراء و6 اعضاء. كان وزير الزراعه رئيس، كان وزير التموين، وزير نائب وزير الماليه، نائب وزير التجاره والصناعه و6 اعضاء، كنت انا عضو من الست الاعضاء، وعملنا لجان وقعدنا نقول كيفيه الخروج من ازمه الدواجن. وحطينا الحلول وقلنا الحلول عندنا حلول سريعه دلوقتي وحلول اجله، يعني طويله الاجل وقصيره الاجل، وقلنا الحلول السريعه 1 2 3 4. حتى الان لم يطبق اي حل من الحلول السريعه. والحلول السريعه اولا هنزرع الذره الصفراء في شهر 4 ده النهارده المفروض يتزرع، المفروض البورصه، مفروض النهارده نتحرك تحركات البورصه دي مهمه جدا طبعا. نتحرك تحركات ايجابيه في اننا نشغل المجاز وتطبيق التشريع الخاص بمنع التداول لان ده هيقلل الحلقات. المجزر هينتج هيطلع المنتج عنده اشراف بيطري كامل هيكتب عليها السعر وهيديها لحضرتك ان انت كتاجر تجزئه بمثلا 5%، يبقى انا قفلت الحلقه بحيث ان مفيش حد يلعب الحلقات البسيطه. النهارده واحد بيبيع بخمسه، واحد بيبيع بسته، واحد بعشره، نقفل حلقه عليه. المجازر بتشتغل بكام النهارده؟ تاخد 25%، عندك مشاكل. والحل الطويل الهيكله والتطوير والتحديث لان هزود الطاقه الانتاجيه، لان في المتر المربع في النظام التقليدي الاوبن بحط 10 كتكوت، في نظام الكلوز بحط 18، وده هيزود لي الطاقه الانتاجيه بنسبه 80%. فاحنا عندنا الحلول موجوده، لكن احنا عاوزين الاليات التطبيق. ممكن اي واحد في الشارع يقول لك الحل 1 2 3، لكن مين هيطبق؟ محدش بيطبق. احنا كمجتمع مدني، الغرف التجاريه مجتمع مدني، وظيفتها الاساسيه بتقول لك المشكله وحلولها. بالزبط. اذا قالت المشكله بس يبقى انت بتحليش، يبقى انت المفروض ما تقعديش، لكن احنا بنقول ادي المشكله وادي الحل وادي الجهات المعنيه ان تحل كمان. فالفترات الذات تبقى على الوزاره المعنيه، ده اللي احنا بنطلبه النهارده من وزير الزراعه، ان يكون في تحركات ايجابيه في سبل الحل، ولابد ان احنا نضع خطه علشان موضوع ارتفاع الاسعار وبالاخص الكتكوت، في ظل ان الكتكوت اللي داخل هيطلع في رمضان دخل غالي جدا. وده من ضمن زياده التكلفه الفعليه في رمضان. في وسائل معينه ممكن انها بتدعم المربيين بقى عفوا، يعني هل الدولة بتعمل حاجة بتساعد المربيين ان هم يشتغلوا ولا الموضوع ماشي كده برضو؟ يمكن صناعة الدواجن الصناعة الوحيدة التي لم يتم تدعمها نهائيا. وده انا رأيي خلل. يمكن الصناعة هي صناعة خاصة فيها بعض كبار المربين وهم الصفوة وهم اصحاب الحظ الكبير لانه عنده كل الحلقات
المطحود الوحيد هو المربي الصغير اللي هو بيربي 10,000 و5,000 وعنده حلقه واحده، يعني بيسمن الفراخ ويبيعها لحضرتك، حصل عنده مشكله شال الليله. اما كبار المربين عندهم كل الحلقات، يعني عنده الجدود، عنده الامهات، عنده البياض، عنده المفرخات، عنده مصانع العلف، عنده المجزر، فالحلقه مقفوله عنده. لكن المشكله الاساسيه ان الدوله لم تقم بتدعيم المربي الصغير، وده المشكله المتواجده حاليا، واللي احنا بنحاول قدر الاستطاعه ان احنا نعمل كيانات مجتمع في كل محافظه نقدر نعضدها. طب هنعضدها ازاي الناس دي؟ اهم شيء الناس تستجيب، بس ده مهم جدا الاستجابه، ان احنا الناس تعمل جمعيات، تعمل شركات، تعمل اي حاجه بحيث يكونوا كيان نقدر نقول لهم بقى احنا نجيب لك الامصال واللقاحات بسعر مميز، نشوف شركات الاعلاف نجيب لك بسعر جمله مميز، نجيب لك الكتكوت بسعر مميز بحيث في النهايه نقلل تكلفه الانتاج ونعمل لك توعيه وارشاد، نبقى معاك في كل مكان، نتحرك معاك. والكلام ده يمكن احنا بداناه من معرض المنيا، كان عندنا معرض في المنيا يوم الخميس والاربع الخميس وجمعه وسبت، وكان معايا الوزير المحافظ، وحقيقي الراجل انا سعدت بيه، لان انا بخصص 13,500 فدان لتطوير منظومه الثروه الداجنه في المنيا، ده شيء جيد جدا طبعا. عشان نطلع من الوادي الضيق الى الظهير الصحراوي ونشوف الاليه دي، ده اللي احنا عاوزينه. لكن الاليه الاخرى ان يجب ان يتم تعضيد المربي الصغير من خلال ايه؟ ان انا المفروض لو اديته قرض اديله قرض حسن، ما افاجئش انه بياخد قرض ب 13-14% مش هيسد، يبقى هيدين، هيقفل مزرعته، يبقى انت خسرت فلوسك وخسرت انتاج ايضا. فاحنا عايزين اليه ان احنا لما ندي قرض ندي قرض يعني اقصى حد 5% ويكون متناقص. في الحاله دي هعمل لك وسائل جذب، ادي لك الارض بحق انتفاع، ابتدي ارفقها لك على حسابك ولكن على فترات زمنيه متباعده. يبقى انا بعضد الصناعه، بقويها، ازود طاقه انتاجيه حسب الزياده المتراضيه لتعداد السكان، يبقى انا اقدر اعمل منتج جيد رخيص الثمن، وطورت، قدرت اقضي على الامراض الوبائيه، قدرت اخرج من منظومه اللي احنا كل يومين ثلاث الحقونا، ده احنا مش عارفين نصدر ليه يا جماعه، لان ما زلت انا انفلونزا الطيور عندي. ده اللي احنا بنحاول نعمله، بس عاوزين تحركات ايجابيه من الجهات المعنيه. بنتمنى والله يا دكتور، ويعني احنا عندنا اجيال طالعه عندها نقص تغذيه، لان للاسف الاسعار البيض غليت، الدواجن غليت، الالبان غليت، فيا عيني هيطلعوا عندهم ضعف. فاحنا بنتمنى، حلمنا ان احنا نوصل لمصر، ده الحلم فعلا بالظبط، حلمنا ان احنا الناس المواطن البسيط يقدر ان هو ياكل على الاقل. بنشكر حضرتك جدا، نورتنا دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الثروه الداجنه باتحاد الغرف التجاريه وغرفه القاهره. شكرا لحضرتك، نورتنا. ايه هي السعاده؟ هل السعاده في الصحه؟ هل السعاده في المال الكتير؟ هل السعاده في الاولاد؟ هل السعاده في الزواج؟ هل السعاده في العلاقات؟ طيب لو كان الموضوع كده، ما في ناس كتيره قوي عندها الحاجات دي واغنى اغنياء العالم، بس ما خلتهمش سعداء، بالاسف خلتهم يصابوا اكتر بالاحباط ومعظمهم ماتوا منتحرين. يبقى السعاده ايه؟ الحقيقه ان السعاده بتنبع من داخلنا، سعاده من جوانا، هي إحساس داخلي من جوه الإنسان بيكون شاعر بيه ومليه وبيغنيه عن أي حاجة، إحساس بالرضا، إحساس بالقناعة، إحساس بالرضا عن الذات، رضا عن ربنا سبحانه وتعالى. فبستان السعادة إحنا كل حلقة بإذن الله نتعرف على زهرة من زهرات البستان. معنا زهرة الإدراك، وهنعرف إيه هو الإدراك، وإدراكنا لأفكارنا وأحاسيسنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا اللي بنعملها ازاي بتأثر فينا وبتفرق مع الانسان، هل هو سعيد فعلا ولا بتخليه تعيس. بعد كده زهرة الحب، الحب الاحتياج الثالث من الاحتياجات العشرة للانسان، الانسان بيحتاج ان هو يحب ويتحب. هنعرف ازاي نحب نفسنا وكمان نحب الخير للاخرين. معانا كمان التفاؤل، ومن غيره كان سبحان الله الانسان يفقد الامل في الحياة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وحسنا على التفاؤل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا بالخير تجدوه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، صدق الله العظيم. معانا زهرات كتيرة، كل حلقة هنتعرف عليها، الصدق، الأمانة، الحب، الخير، العطاء. خليكم معانا وبإذن الله هنستمتع ونكون حياتنا كلها سعادة في سعادة. السعادة زي ما قلنا
من جوانا. طب لما هو الموضوع كده ليه ناس كتيرة، لو سألت أي حد نفسك تكون سعيد؟ أكيد إجابة هتكون آه. طب لما هي الحكاية كده ليه بنلاقي ناس كتيرة جدا بتعمل حاجات بتخليها تحس بالتعاسة مش بالسعادة؟ الحقيقة إن الفكرة مش إن إحنا إزاي نبقى سعداء، الحقيقة إن الفكرة إزاي نبطل نبقى تعسة. لما نعرف إن عقلنا هو السبب فيخلينا سعداء ولا تعساء. كان في قصة جميلة جدا عن سر السعادة. كان في أحد الملوك عنده ابنه، كان بيحب ابنه جدا. بعت ابنه لحكيم من الحكماء عشان يعلمه السعادة ومعنى السعادة. راح الحكيم بعد ما مشي مشوار طويل قوي، وصل على قمة جبل لها قصر كبير وجميل مليان زهور وتحف وحاجات جميلة جدا. دخل على الحكيم وقال له والدي طلب مني ان اجي وقابلك علشان تعلمني سر السعادة. قال له اوكي، بس انت خد لك جولة كده في المكان واتفرج على كل الحاجات الموجودة، بس خلي بالك. اداله معلقة وحط فيها زيت. قال له خلي بالك اوعى الزيت يدلق من المعلقة. بعد ساعتين الولد رجع وقال له انا عملت اللي انت عايزه. قال له فين الزيت؟ قال له اهو. قال له طيب شفت الجناين والحدائق الجميلة؟ قال له لا. قال له شفت القصور والتحف اللي مالية كل مكان؟ قال له لا. قال له شفت الانهار اللي عمالة بتجري في القصر بتاعي وفي الحديقة؟ قال له لا. قال له الحقيقة انا كنت مشغول طول الوقت حاطط عيني على المعلقة عشان خايف ان الزيت يدلق، فما شفتش ولا حاجة من دي. قال له طب خلاص يلا روح بقى اتفرج على كل الحاجات دي وتعالى لي. فعلا لف ورجع وقعد يحكي له هو شاف ايه والقصور والتحف. قال له طب وفين الزيت؟ بص لقى زيت الدلق. قال له هي دي السعادة. السعادة ان احنا لما بنركز على الاشياء التافهة الصغيرة في حياتنا بنلغي سعادتنا ومنحسش بأي حاجة جميلة. السعادة ان احنا نركز على الاشياء الجميلة ونشوف كل الحاجات الإيجابية اللي مالية حياتنا، مش نركز على الحاجات اللي بتنقصنا. مشكلتنا ان احنا بنركز على الحاجات اللي ناقصانا. في عندنا قصة تانية جميلة جدا برضو بتقرب لنا معنى السعادة وتخلينا نعرف المفهوم الحقيقي ليها. كان في واحد غني جدا وعنده القصور وعنده الفلل وعنده الخدم وعنده الحشم وما كانش سعيد، وكان عنده طباخ. الطباخ ده كان دايما سعيد ومبتسم. فالراجل الغني ده سأل يعني الناس اللي بتشتغل معاه ايه سر سعادته، هو ده ما بيزعلش ابدا. قال له طب استنى. واحد شار عليه وقال له اديله كيس فيه 100 درهم وقال له دي ليك. اداله الكيس وقال له دول 100 درهم ليك، بس الحقيقه هو كان حاطط 99 درهم. فبالتالي لما روح البيت وعدهم لقى درهم ناقص. قال اكيد ده وقع بره، دوروا عليه. خلى الولاد يدوروا طول الليل، يدوروا هنا وهنا 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 مش لاقيين. فضل متنكد وزعلان علشان الدرهم ده، ونسي انه مع 99 درهم. وراح القصر تاني يوم وهو ما نامش وهو تعبان. ساعتها الراجل عرف ايه هي فعلا السعادة الحقيقية. دكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه استاذي وابوي الروحي علمني حاجه جميله جدا في معنى السعاده. كان عنده فلسفه جميله قوي في الكلمات. قال كلمه السعاده الالف واللام والسين والعين والالف والدال والتاء المربوطه، لو شلنا السين بقت العاده، ولو شلنا العين وحطينا السين بقت الساده، ولو شلنا العين والسين والدال بقت الله. قال ان سادة العالم هم الذين يجعلون من السعادة عادة في حب الله سبحانه وتعالى. خلينا كلنا نتبنى المعنى ده ونخليه فعلا حياتنا، نخلي السعادة عادة تملى حياتنا، نغير اسلوبنا، نغير تفكيرنا، نغير نظرتنا للامور ونخلي السعادة عادة.
ايه رايكم؟ مش كده احسن؟ ولا خلينا دايما بنفكر بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب ونشتكي ونقول ليه انا مش سعيد؟ خلي السعاده تبقى جوانا، تخرج من القلب. السعاده الحقيقيه لما نسعد الاخرين، لما نلاقي نفسنا بنعمل حاجات تسعد الاخرين، هنلاقي نفسنا سعداء وحياتنا كلها سعاده في سعاده. السعاده في الرضا، السعاده في القناعه، السعاده في حب الخير للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ازاي نتعلم نحب الخير للاخرين بدل ما نفضل نبص على في ايد غيرنا؟ نبص لو حبينا نقارن، نقارن فقط نفسنا باللي اقل منا، لان اكيد هنحس بالسعاده. هنعرف قد ايه احنا في نعمه. لكن لو بصينا للي اعلى منا، للاسف الشديد ده هيخلينا نحس بالنقمه ونتعب ونتعس نفسنا. وهي الحياه مره واحده، هي مش بروفه، احنا هنعيشها مره واحده. خلي السعاده عاده، ولحد ما اشوفكم المره الجايه ان شاء الله اتمنى لكم كل سعاده وكل صحه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضراتكم مرة تانية معنا مشاهدينا، وده حلمنا. في الفترة الأخيرة في مجهودات عظيمة بتبذل لتدوير عجلة التنمية. طبعا دور المصارف في تنمية الاستثمارات من الموضوعات المهمة جدا اللي هنفتح ملفها معاكم دلوقتي. هيكون منورنا في الاستوديو دكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا وعضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا ستي. عايزين في الأول كده نقول للناس دور البنوك في تدوير عجلة التنمية، يعني في استثمارات كتير وفي قروض وفي موضوعات كبيرة، بس عايزين نعرف دور البنوك ايه او دور المصارف في تنمية او تدوير عجلة التنمية. شوف حضرتك، هو عجلة التنمية او زي الانتاج بنتكلم، البنوك لها دور ودور رئيسي بالنسبة للسيولة في المجتمع. يعني البنوك لما بتاخد ودائع من فرد او فروض يعني بتحاول انها تستخدمها افضل استخدام يحقق ان الودائع دي تترد في الوقت اللي يعوزها فيه العميل المودع، وايضا الاستخدام يحقق عائد للمجتمع، احنا بنسميه ناتج قومي او زياده في الناتج القومي. طبعا في حاجات يمكن في تمثل زياده في الناتج، انما ما تمثلش اولويه اقتصاديه. بتختلف دي من دوله لاخرى. يعني مثلا في لبنان كان في عندنا مشروع، ما كنت هناك، بيدي قروض للبنات علشان عمليه التجميل وزياده المناخير وتتقسط على المراتب. افتكر لو واحد في مصر في بنك فكر في الحكايه دي هتبقى كارثه، هيحبسوه يعني. ده مش هيحبسوه، ده قبل ما يحبسوه يعني هيعملوا له عمل. وكان دي مجال ربح كبير للبنوك. طبعا الثقافه اللي هناك بتعطي اولويه لسلامه المناخير وسلامه الوجنات وسلامه الكوتكس وكلام من احنا يمكن اهتمامنا بالانتاج بيرجع لجزئين. الجزء الاولاني ان احنا بعدنا كتير عن القطاع الخاص. يعني فتره كان قطاع عام لفترات طويله، والعلاقه بالقطاع الخاص باديه من ايام السادات الحقيقه. يعني باديين بانتربرينيرز او ناس جداد يبقوا مكان عبود ومكان ابو رجيله ومكان الناس اللي بنوا مصر زمان. خاصه وان احنا كان عندنا ناس رجال اعمال لهم سمعه دوليه كويسه جدا. دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه البنوك دلوقتي تقريبا احنا خرجنا من بنوك القطاع العام، واصبحنا دلوقتي الجهاز المصرفي هو الجهاز المصرفي الجهاز الوحيد في مصر
اللي ماشي تماما وفق القواعد الدولية. يعني الجهاز الوحيد في مصر. ما اعتقدش في حد تاني ماشي وفق القواعد الدولية. انا بتكلم عن تقرير الأمم المتحدة. لان اللي بيشتغل في بنك في مصر لو راح في بنك في امريكا هيؤدي نفس العمل ونفس الادارات ونفس الشكل. بنك المركزي المصري بالظبط زي بنك نيويورك الفيدرالي بنفس التقسيم. وده احنا اتعمل ابتداء من سنه 90 تصليح وماشيين بقواعد دوليه. واخيرا بدانا في احتياج البنوك لامور اخرى حواليها تدعم موقفها عشان تبقى 100% قادره. طيب سؤال يا دكتور، بما اننا ماشيين وفق للقواعد الدوليه فدي حاجه هايله جدا، المشكله جايه منين بقى؟ يعني في عندنا مشكله في مصر، مشكله كمان اقتصاديه حاليا وخصوصا الوقت الحالي، تركيبه سوق المال وسوق النقد. يعني مثلا البنك اللي بيقترض او العميل اللي بيروح علشان خاطر ياخد قرض من بنك فبيدرس القرض ده يقول له لا القرض ده ما اقدرش اديهولك. يقول له ليه؟ يقول له انا محتاج لشركه استثمار تروح لها تديك قرض طويل الاجل لان القرض ده مش هتعرف تسدده بسرعه. واخده بالك؟ انا عندي ما عنديش هنا في مصر الكلام ده. مفيش صح. يقول له انا ما اقدرش اديك قرض انما ممكن اصدر لك اسهم يكتتب فيها السوق بحيث ان في ناس تخص في الشركه بتاعتك وتساعدك بدل ما يبقى عبء قرض يبقى ارباح للمساهمين. لان نسبه الربح عندك هتبقى منخفضه في الاول حسب حسابه هو للعائد او الانترنال ريت. هو طبيعي او اي حسب مشروع بيبقى مالية. في بدايته بيبقى الربح قليل. لو البنك عنده مشكله في السيوله يبيع الجزء من المحفظه ده بره. انا ما عنديش. طب ليه ما بنعملش ده هنا؟ هنا حتى القوانين مش مساعده، كل الاعباء بتبقى على البنك. يعني البنك ملتزم بان هو يكون المركز المالي بتاعه وفقا للقواعد الدوليه يبقى سليم، ملتزم بقواعد المخاطره وفق لجنه بازل. كل شيء عنده 100% دولي، انما القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. يعني حط عليه الاعباء كلها دي، بتخلي الاجتهاد هنا واجب في ايه؟ في ان احنا لما نيجي زي ما عمل الرئيس، يعني احنا اتبعنا بان سعر الفايده عشان نقلل نضغط شويه على الطلب رفعنا سعر الفايده. طب ما تقدرش تدفع في الوضع بتاعك ده، السوق مختل، الناس مش هتقدر تتحمل سعر فايده كبير. يبقى مناسب، لان القاعده في سعر الفايده ان بيبقى سعر البنك المركزي او اللي بيدفع بيه واعلى منه شويه سعر الودائع واعلى منه شويه سعر القروض. انما لما نيجي نبص الرئيس والبنك المركزي فكروا لا، ده احنا عندنا عاوزين نشجع الاستثمار ونحافظ على الامور دي. قال لك طيب ما ناخد 200 مليار ممكن نخليهم 500 مليار جنيه، ما يعني سعر الفايده بتاعهم البنك الدوله تدفعه الفرق. يعني لو في فرق او البنك كان خسران الفرق البنك. فعشان كده بقى عندنا قدر كافي وفي رغبه من البنوك انها تستخدم هذا المال لانها هتكسب منه. طيب سؤال يا دكتور، البنوك بتستخدم مال المودعين ده في ايه؟ يعني ايه الاستثمارات اللي البنوك ممكن تكون بتساهم فيها من خلال الفلوس اللي انا كمودع بحطها كوديعه مثلا في البنك بعيدا عن القروض دلوقتي؟ الودائع اللي بتتحط في البنوك بتستخدم بقى في ايه من خلال الاستثمارات اللي في البنوك؟ هقول لحضرتك، يعني ديت ضروري تكون اصول سائله. بمعنى ايه؟ بمعنى احط نسبه عشان السحب النقدي بتبقى في حدود 2% 3%، وبعدين استثمارات قصيره الاجل. يعني احطها عند بنك تاني بسعر فايده بسيط. واخد بال حضرتك؟
لمدة بسيطة، أو عند بنك في الخارج إذا كانت عملة أجنبية وبسعر بسيط برضو. ليه؟ لأن المخاطر بتاعتها قليلة. كل ما بيبتدي يحط في أصول مخاطر أكتر بتزيد، بس بالقدر اللي الودائع تسمح به حسب رغبة المودعين. يعني البنك مش مفروض يتحط في موقف جه عميل أودع وعاوز فلوسه ما يلاقيهاش، وده بيحصل. ده بيحصل، يعني ضروري أصول تترد في خلال عام. يعني يبقى في خلال عام، دي البنوك التجارية. عملا دلوقتي في نظام، ان هي نظام السيولة المتدرجة، كل يعني السيولة كل ما بتزيد الاستثمارات مالية، مبالغ عند البنك، أذون خزانة. ما هي اللي بيشتري أذون الخزانة كلها بنوك أو معظمها بنوك. هنا بتلاقي الجزء الأهم اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي، إن احنا الجزء اللي احنا عاوزين نفكر فيه يزود الناتج القومي مباشرة وبكامل القيمة. هو ده اتجاه الدولة. يعني أنا النهاردة لما أكون موظف في بنك في إدارة الائتمان وعاوز أدي قروض، والحقيقة قروض مريحة، بمعنى ان الشركه بتاخد لحد 16 مليون والعملاء الصغيرين بياخدوا لحد 5 مليون. والقروض ديت ممكن تبقى لحد 5 سنين، ومش مفروض يحسب لك القرض على انه بعد ما تسدد القرض تبقى مفلس، لا، ده يبقى عندك نفس المبالغ اللي موجوده اتولدت، ثابت لك رأس مال موجود في شغلك وانك انت تسددها من ارباحك. بس ده بيبقى يعني بيبقى عامل مشكله للقروض الصغيره، او مثلا قطاع اللي هو قروض الشباب بيبقى عندهم مشكله شويه مع البنك في ان هو يقدر ياخد قرض، بيبقى في شويه قوانين كده بتبقى، او مش قوانين، لوائح معينه نظام البنك بالظبط بتبقى عامله شويه عرقله للشاب لما يجي يقدم على طلب قرض، مع ان ده بيحصلش مع المستثمرين الكبار اللي ممكن ما بيعملوش حاجه بالفلوس والاخر. هو يعني ده كلام اللي ده كلام اللي دايما بيتقال، يجي لك ما تطلبش منه هو بياخد مليار. هو المساله هنا ما هياش مرتبطه بمبلغ القرض بقدر المخاطر اللي ممكن يا اما البنك يرجع العميل يقدر يرد المبلغ ولا لا. جايز بمليون او 500 ألف او حتى 100 ألف او اقل، ولما اجي اشوف العميل الاقيه اللي عنده خبره في النشاط، درست الجدوى بتاعته، هو مزنوق، واحنا كنا مره عملنا مع التلفزيون المصري حلقات ازاي انت كمقترض قرض صغير تفكر عشان تساعد البنك تفكر في مشروعك. والحقيقه ليه بيدي الكبير وما بيديش الصغير وبتاع؟ الكبير عنده مخاطر اقل. المخاطر ما بتتوقفش بس على حجم القرض، على عناصر كتيره جدا. ده بيشتغل في ايه؟ الكبير عنده اعتمادات بيفتحها وبيغطي الاعتماد، والبضاعه بتيجي بتسدد باقي ثمنها. شغل العميل ده وكيل شركه في الخارج، وبيشتغل في مثلا حدود 70 80 مليون دولار. بس شغله مضمون، فلوسي بترجع لي. الدراسه بتقول ان عنده ضمان عمل. ازاي يا دكتور القطاع المصرفي يقدر يتحكم في حركه السيوله؟ ضروري مع كل وديعه يكون عنده تغيير في السيوله في الاصول اللي عنده. مع يعني انا مثلا كنت في بنك في مجلس العضو المنتدب، ضروري في اخر اليوم يجي لي باخر اليوم قبل ما يقفل اشوف عندي الاصول السيوله اللي عندي، وريني السيوله.
واخد بالك؟ اذا كان في فرع، اذا كان في بقى في مجلس، في لا على طول امتى الفروع بتدي السيوله بتاعتها اخر اليوم للمركز الرئيسي قبل 2:30 بالظبط تبقى عندي مركز سيوله البنك. بعد الظهر بيبقى في حركه بين البنوك، انا عندي نقص ادي لفلان، يعني تسويه السيوله بين البنوك. قبل الصبح بيكون مركزه واخد من البنوك او من البنك المركزي. اذا كان في حدود النظام وان البنك المركزي حسب نسبه السيوله المقرره محافظ عليها، يعني البنك قايل له عشان تحافظ على السيوله بتاعتك احتاط للمبلغ ده بنسبه كذا، المبلغ ده بنسبه كذا، اذا كان في حدود ال ده وحدث الاختلال ان هو كان هنا الامور بتعدي. اذا كان هو في استثماراته توسع في بعض الاستثمارات الطويله الاجل على حساب السيوله بيعاقب ماليا. ودي بتبقى طبعا لحساب لمجلس الاداره وللمدير في اخر السنه شديد. طيب هل الشهادات البنكيه دي تعتبر وسيله امنه ان يبقى في استثمارات؟ هو هي يعني بتتحط عند البنك كوديعه. وديت لانها اكتر من سنه فبيتيسر استثمارها، بس في الفترة الأخرانية يمكن أنا أتذكر من الفترة اللي حصل فيها تجميع من السوق 64 مليار دي كلها الحكومة خدتها. بقت سيولة برضو عند البنوك لأنها تستطيع أن تقترب بضمانها من البنك. يعني في الفترة دي يا دكتور كان بيتقال إن مفيش سيولة في مصر. نعم. ولم الفترة دي كان بيتقال إن مفيش سيولة، مفيش فلوس يعني في البلد. مفيش حاجة اسمها مفيش سيولة. إيه كانت بتقال من ضمن الناس في الشعب، مش الناس المتخصصة. ناس مش فاهمة. فلما اترفعت سعر الفايدة للمودع ضيع. لموا فلوس كتير. هقول لك كده، ليس هناك أي وقت من الأوقات تمكن أن تقولي إن البلد ما فيهاش سيولة، البنوك ما فيهاش سيولة. إذا رحت بنك وقال لك أنا ما عنديش، يبقى البلد هتقفل بعديها بيومين. لأن الناس كلها هتسحب وديعها في نفس الوقت، هتفلس. البلد هتفلس. طبعا. وده أمر يعني نادر الحدوث وغير ممكن الحدوث في ظل القواعد الدولية اللي احنا اللي البنوك في العالم كلها بتلتزم بيها. فما فيش سيولة، الناس ما بتدفعش. دخلها قليل، في كونسترينز على العمل، انما ما كلمه ما فيش لا. يعني بنك ما دام بتروحي للبنوك واذا كان لك حاجه عندهم بتقدري تاخديها بنفس الشروط، وايضا البنك ما زال يغطي احتياجات السوق من قروض، فليس هناك ما يمكن ان يقال عليه شح سيوله. يعني بقى يعني دي لها اسم يعني ريرنس. انما ان السيوله تقل السيوله تزيد ممكن، وده حسب الوضع الاقتصادي. احنا بنراعي او البنك المركزي بيراعي في عند التضخم بيحاول يقلل السيوله علشان الاسعار تنزل، عند الانكماش بيزود السيوله علشان الاسعار السلع تتحرك. من خلال تجربه حضرتك او خبره حضرتك الطويله في القطاع المصرفي، حضرتك شايف ايه بكره في الاقتصاد المصري؟ لا مش بكره بكره يعني يعني بكرة في المستقبل. ما عنديش مواعيد. والله انا خليني اقول لك ايه، يعني نتكلم يعني الناس فاهمه، و الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده من اصعب واصعب واصعب الاوقات التي عدت على مصر. والاقتصادي مش سهل انه يتكلم. ليه؟ النهارده هقول لك حاجه، لو ربنا يعني فرجها وزاد الانتاج النهارده او بدات الناس نعمل تعاقدات على انتاج
زي ما قلنا جم مستثمرين من بره، والتراجع المستثمرين عن الاقدام الى السوق المصري الاجانب الحقيقه حطت انطباع سيء في نفوس الناس. لان ده غير متوقع، غير متوقع في التجربه خالص. وبعدين ده مش بيرجع لبره، نقدر ظروف سياسيه، جزء كبير منه بيرجع لينا. يعني لحد دلوقتي واحنا بنتكلم والرئيس عمل مؤتمر وحضر فيه في الاول استثمار، ومفيش قانون استثمار متوافق عليه من جناب المستشارين. ايه ده؟ ده نوع من انواع يعني احنا عاوزين ننسى ده. نتمنى. ليه؟ لان انا لو فضلت افكر فيه انا هعذب نفسي واتهم الناس كلها. فدلوقتي انا ارى او شايف او بمعنى صح ايه؟ بقرا ما بين السطور او الزياره الاخرانيه اللي هي على الشريحه الثالثه لسحر نصر والاخ وزير الماليه، اتقال لهم بصراحه انتوا عندكم ضروري زياده الانتاج وضروري تشوفوا ايه العقبات اللي بتقابل القطاع نملي اللي بقولهولك اتقال ايه القطاع. احنا عاوزين منكم تزودوا النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. هو مش ضد القطاع العام بس القطاع العام عنده قواعده. صحيح. اديتيله اشتغل، ما اديتلوش يعني ليه؟ لها قصه تانيه. انما انتوا دلوقتي ضروري تشجعوا القطاع الخاص وتدوا احاء في السوق بانكم انتوا بتشجعوه. ليه؟ لان اذا ما حصلش هتبقى مشكله بالنسبه لكم في سعر الجنيه المصري. ده معناه اليرت لنا. ويمكن البنوك دلوقتي زي ما حضرتك شايفه، ويا ريت الضرايب تبقى بنفس الحصافه وتبتدي ما تفكرش في ان المستثمر ده راجل مفروض ياخدوا منه جبايه. يفرقوا بين مفهوم الجبايه بالزبط. ومفهوم الضرايب، مفهوم تغطيه الموازنه ومفهوم خراب الاقتصاد. يعني نظريه الجزر المستقله دي او ان احنا نشد من هنا ونشد من هنا، ما ينفعش الكلام ده. نرجع تاني تحت رئيس وزراء يفهم يعني ايه تناسق اقتصادي او تناسق اداء اقتصادي، او ان مين اللي يشتغل الاول ويستثمر الاول عشان يوكل غيره، وبعدين نفكر في نعمل طرق ونعمل ونعمل ونعمل. ضروري الترتيب الهارموني ده، لان هي عجله دايره عشان العجله تدور. اذا طبيعي. انت وقفتيها في لحظه كله هيقف وراها على طول. يعني تروس كلها بتقف. محتاجين لزياده الاستثمار ومحتاجين لتشجيع القطاع الخاص، مش بس بقروض من البنوك وانما بمساعدات فنيه. يعني النهارده الشاب اللي رايح ياخد قرض من بنك نص مليون جنيه يشتغل، سمع عن مشروع عاوز يروح ياخد قرض من البنك، مش هيديله. ليه؟ لان الدوله مقصره في الاتي. الشاب ده ضروري يروح المكتب يقول لهم انا عاوز اعمل مشروع فكذا، يدرس مع المشروع يقول له هيشتري من مين، يفهمه ازاي الشغلانه هتمشي وايه المخاطر اللي هتقابله. محتاجين شويه توعيه زياده. مش توعيه، ده تعليم. تعليم وتعليم جامد. وهو ده ممكن لو نسي كلمه ويقعد معاه في اول ما بدا، لانه بيخاف من اول يوم شغل. هيجي له زبون ولا يبقى في شركه تانية او جهه تساعده في ان هو يبيع، زي دلوقتي المعارض اللي بيعملوها للاسر المنتجه. ايوه. وبتبيع كويس والصناعات الصغيره. السمه بقى اللي موجوده حاليا، لان احنا بنحاول يعني يبقى في شويه تنميه في كل المجالات في مصر. بس حضرتك نورتنا النهارده، بنشكرك جدا على وجودك معانا. ميرسي يا ديار. دكتور فؤاد شاكر، امين عام اتحاد المصارف العربيه سابقا وعضو المجلس المصري للشؤون الاقتصاديه، نورتنا. ميرسي يا ستي، الف شكر. خلي
خلصت فقراتنا ووصلنا لنهاية حلقتنا. بشكر حضراتكم على المتابعة، ويا رب نكون قدرنا ان احنا نقدم موضوعات مفيدة لكل الناس، وان شاء الله على وعد الى لقاء جديد كل خميس الساعة 5:30 في نفس ميعادنا، وده حلمنا.